مساء الانوار. مساء النور كابتن مدحت. يا رب تكون بخير حضرتك. الحمد لله يا رب. جيت نورت نورت القاهره ومنور تونس دلوقتي. تونس اهلا وسهلا. اخذت من القاهره البدري وعمر جمال هتاخد من تونس مين الاول قول لي؟ لا تونس ما عنديش تونس زي اللي نحن علاجيه بس علاجيه. لا سلامتك سلامتك. طيب عندنا معلومة بتقول ان حضرتك هتاخد بعض اللاعبين من مصر النهاردة. المواقع منزلة لاعب بيلعب في سموحة اللي هو حمودي. هل دي حقيقة يا استاذ ساسي؟ لا ما فيش حاجة دي ما فيش خالص. مش مظبوط. طيب لا مش مظبوط. انا عارف كده لان هم قالوا انه هيروح يانج بويز. طيب عندي انا بقى معلومة شخصية، حضرتك قول لي بس هي صح او غلط، ان حضرتك تاخد لاعب من الاهلي ولاعب من حرس الحدود، المعلومه مظبوطه؟ نص مش مظبوطه اكيد اكيد 50%. 50%. طب ال 50 في اتجاه الاهلي ولا حرس الحدود؟ 25 25. هتلاعبني انا مش قدك. انا مش هياخد الاثنين، هياخد الاثنين يا كابتن. طيب خليني اقول بالاسماء. عندي معلومه بتقول ان حضرتك في حوار مع شريف عفضيل الاهلي، في حوار مع احمد حسن مكي حرس الحدود، وربما يتطرق الحوار لعصام الحضري خارج الاثنين. هل في حاجه من اللي انا قلتها دي قريبه؟ في واحد منهم قريب لكن عصام الحضري ما فيش خالص ابدا. عندنا حارس مستوى في حارس منتخب ليبيا محمد نشموس وحارس الاهلي طرابلس. اوكي خلاص، يبقى هو شريف عفضيل، لانه شريف عفضيل فري وكان ده اختيار اكيد الكابتن حسام البدري. هل في حد غير شريف عفضيل يا استاذ ساسي؟ لا ما قلتش انا شريف، وانت قلت قررت انت. لسه ما قررناش. يقول بقى يقول ما يتكسفش. ما هو اصل الكابتن حسام البدري مع حضرتك دلوقتي، فخلاص هو يعني هو اكيد هيختار اللعيبه. هيختار اللعيبه وهو اختار عمر جمال من قبل. يعني طبعا. حضرتك هتنور يوم الاربعاء القاهره تخلص الموضوع ده مظبوط؟ ان شاء الله ماشي لبيتي هناك يوم الاربعاء في الزمالك. ليش ماشي للعيبه لسه ما زال شويه الوقت بعد ما يخلص الدوري ان شاء الله. تمام تمام. طب مش عايز تخصنا بخبر كده ولا حاجه يا استاذ ساسي تدينا انفراد كده؟ لا لسه والله ما زال انفرادات. كنت انت اللي بتقول له انفرادات هو مخبيها. احب نمسى الاستاذ محمد صيام والكابتن فاروق وكذلك صديقي محمد القاضي على التواصل معه. محمد القاضي صديقك العزيز انا عارف. يعني احنا طبعا سعداء بيك يا استاذ ساسي، وبنتمنى الاهلي طرابلس مع حضرتك يا رب كل توفيق ان شاء الله. ان شاء الله منك ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربي يوفقني ويوفقكم كلكم ان شاء الله. طيب سؤال سريع كده يا استاذ ساسي، احمد خيري في الصوره مع حضرتك لاعب الاسماعيلي؟ لا والله العظيم ما فيه. انا عارف انا عارف انه بعيد، هو ما فيش الا شريف. اشكر حضرتك. ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع القادم مديكم باخر الاخبار يوم الخميس. خلاص بس الخميس تعملوا مفاجات الخميس بس. طيب بس ما تقولش لحد غير لما تكون معانا بعد اذنك. خلاص انا بعتكم انتوا رايحين على بتاع المودرن. ما هو ده الكلام. طيب اشكرك يا استاذ ساسي. شكرا. والف سلام عليك، الف سلام عليك. هو الشيف فضيل. هو سكت تماما. معلومه موجوده. القاضي مش هيسيبه الا هو معاه الجنيه. لا.